فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل: من صلى المغرب خلف من يصلي العشاء، يقول كيف يصنع إذا قام الإمام للرابعة؟ اي نعم، يجلس، لا يقوم معه للرابعة، يجلس، فإن شاء يأتي بالتشهد الأخير، إن شاء سلم لنفسه، وإن شاء انتظر الإمام وسلم معه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.